السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة أصالة. اليوم إن شاء الله حنبدو في باب جديد اللي هو باب اسمه الدوال function. أوكي تمام، نخش تو على الضرب الكارتيزي. الضرب الكارتيزي، شن هو الضرب الكارتيزي؟ شن هو الضرب الكارتيزي؟ يعرف الضرب الكارتيزي لفئتين A B بأنه فئة الأزواج المرتبة X و Y، بحيث أن ال Y تنتمي ل B وال X تنتمي ل A. يعني مثلا A قال لي أن ال Y تنتمي ل B، يعني أن X و Y هذه فئة الأزواج، فئة العدد الأزواج المرتبة دي، صح؟ خلاص قال لي أن ال Y راهي هذه تنتمي ل B، وال A راهي تنتمي ال X عفوا تنتمي ل A. فهمت كيف؟ تمام. ويعبر عنه الرياضية بأنه كيف، يعني يقول لي A كروس ال B، هذا يعبر عنه الرياضية أن A تنتمي ل X وال B تنتمي ل Y. تمام، ليه كتب لي هو كتب لي شنو كتب لي؟ قالت لي قال لي A كروس ال B تساوي X Y، بحيث أن ال X تنتمي ل A وال Y تنتمي ل B. تمام، هذا يعني يعتبر تعريف الضرب الكارتيزي بالرياضية قبل نقول بالانجليزي. تمام، نخش توا على المثال الاول. قال لي ان ال A تساوي سالب 1 و 3، ال B تساوي 2 و 7 و 0. نبي A كروس ال B، ونبي A تربيع، ونبي B في A. تمام، سهلة بك، نبي A كروس ال B تونا، صح؟ باهي الضرب الكارتيزي هذا. شو معنى الضرب الكارتيزي؟ يعني بنضرب العنصر الاول هذا في هذه وهذه وهذه، بنضرب العنصر الثاني في هذه وهذه وهذه، بس يعني حنقول نفتح هكي سالب واحد واثنين، مش نضربك، ندير عدد زوج مرتب عفوا. تمام، بعدين سالب واحد وسبعة، بعدها سالب واحد وصفر والثلاثة، هكتبهم فوق هنا، وثلاثة واثنين وثلاثة وسبعة وثلاثة وصفر. نسكر القوس الكبيرة بالضرورة منه. خلاص هذه A كروس B، A تربيع، يعني ال A هذه نكتبها في روحها مرتين، نقول ان ال A تساوي سالب واحد وثلاثة، وال A تساوي سالب واحد وثلاثة، ونضرب سالب واحد في سالب واحد، وسالب واحد في ثلاثة، وثلاثة في سالب واحد، وثلاثة في ثلاثة، بس هذه هي. تمام، بي كروس ال A اللي بنضرب اثنين في سالب واحد، نكتبها من هنا نبدأ عشان A، بي كروس ال A تساوي اثنين في سالب واحد واثنين في ثلاثة، بعدها سبعة في سالب واحد وسبعة في ثلاثة، وصفر في سالب واحد وصفر في ثلاثة. هذه هي يارا، بس ما تنسوش، أيوة أهم حاجة نحن ما ننسوش الأقواس. تمام، هذا هو أول مسألة بتاعي. نشوفوا توا الصفحة الأخرى اللي هي العلاقة، تعرف العلاقة يقولوا لها R، العلاقة تلمس لها relation، اسمها relation، ناخذين أول حرف اللي هو R. هي شنو العلاقة؟ تعرف العلاقة R من الفئة A إلى الفئة B، ويرمز لها بال A سهم ال B ريتول R، حيث أن ال A إلى B بين فئة جزئية من ضرب الكارتيز A كروس B، تنعرف أكثر نحن في المثال. فالعلاقة العكسية شن هي؟ اللي هي العكسية relation، حتى هي العلاقة العكسية لكن inverse، the inverse relation اللي هي R أس سالب واحد، يعني العكس، يعني اللي حتكون من B إلى A، هيتوا العكس كيف قدرت تعكس من B إلى A، هذه ال R أس سالب واحد، ال R بس أوكي من A إلى B. فهمتوا كيف؟ تمام باهي، تمام با. قال لي ان اول مثال اللي هو A تساوي 3 4 5، خلينا نكتب المثال ونرد عليكم.
اول حاجه قال لي ان الاي تساوي 3 4 5 والبي تساوي 7 8. قال لي بي اي كروس بي، انا اكيد انا بنطلع اي كروس بي. ليش؟ لانه هو بي ريليشن 1 وريليشن 2 وريليشن 3، يعني العلاقه الاولى العلاقه الثانيه العلاقه الثالثه، فانا اكيد انا بنجيب اي كروس بي عشان انا نقدر نحل العلاقات هذين، انه مش حنقدر نحل الا بالاي كروس بي. تمام، هاي خلينا نديرو اي كروس بي. اي كروس بي تساوي 3 في 7، نفتح قوس كبير، 3 في 7، 3 في 8، بعدها 7 عفوا مش 7، 4 و 7، 4 و 7 و 4 و 8 و 5 و 7 و 5 و 8 ونسكر قوس كبير. تمام، هذه A كروس B. اول حاجه نشوف ريليشن 1. ريليشن 1 شنو هي ريليشن؟ قال لي الاكس وواي، قال لي اكس زائد واي تساوي 11. يعني شنو هنا الاكس والواي اللي يحكي عليهم هذين؟ ما فهمتش علي انا شنو قصده. قصده ان هذه اكس وهذه واي. تمام، يعني نبي لما نجمع اثنين هذين يطلع لي 11. هذه الريليشن الاولى، فهمتوا كيف؟ غنديروا نفهمكم اكثر. هاي تو 7 و 3 8 9 10 10 8 و 3 9 10 11 هذه وحدة طلع لي 11. 7 و 4 7 و 4 برضو 11، هذه الثانية. 4 و 8 حتى هي 4 و 8، لا 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 4 و 8 لا 4 و 8 لا 12 4 و 8. 5 و 7 لا، 5 و 8 لا، يبقى عندي 2. الريليشن الأولى حنفتح له قوس اللي هي 3 و 8 و 4 و 7، هذه هي إجابة المسألة الثانية. نشوفوا ريليشن 2. ريليشن 2 العلاقة الثانية، شن قال لي؟ قال لي إن الإكس أصغر من أو يساوي الواي زائد 1. يعني الإكس تكون أصغر من واي زائد 1، الإكس تكون من أصغر من واي زائد 1، يعني أنا نزيد الواي واحد وتكون أصغرية. فهمتوا كيف؟ يعني أنا بنزيد الواي بواحد، كله بنزيده واحد. بنشوف هي الوضع أصلا بدون حتى ما نزيد واحد، الوضع إنه شنو؟ إن الإكس أصلا أصغر من الكل حتى بدون زيادة واحد، يعني كلها حتنزل. تمام؟ هنقول إنه هي الـ A كروس الـ B الإجابة. تمام؟ تمام، الـ R 3 العلاقة الثالثة شن قال لي يبي؟ الـ R 3 قال لي إن نبي الـ Y تساوي 5 ناقص X. الـ Y تساوي 5 ناقص X. الـ Relation 3 اللي هي قال لي شنو؟ Y تساوي 5 ناقص X. الـ Y تساوي 5 ناقص X. تمام، يعني أنا شن قال قصده بيه؟ قال قصده بيه إن الخمسة لما نقصوها من الإكس تطلع لي الواي. هاي نجربه، ثلاثة ناقص خمسة تطلع لي 7 لا، ثلاثة ناقص خمسة تطلع لي 8 لا، أربعة ناقص خمسة تطلع لي 7 لا، أربعة ناقص خمسة تطلع لي 8 لا، خمسة ناقص خمسة تطلع لي 7 لا، خمسة ناقص خمسة تطلع لي 8 لا. يبقى شو الإجابة حتكون؟ شو الإجابة حتكون؟ حتكون الإجابة هاي، مفيش حاجة ناقصها من إكس تطلع لي الواي، مفيش. تمام، باهي. وقال لي وشن في السؤال؟ قال لي اوجد كل من ار اس سالب واحد للريليشن الاولى انفرس والريليشن الثانيه انفرس والريليشن 3 انفرس، يعني يبي العكس بتاعنا. كيف نجيب العكس؟ انا كيف نبي نجيب العكس؟ هنوريكم كيف نجيبوه العكس. مثلا ار واحد هنحل وحده بس، الار واحد شنو تساوي؟ 3 و 8 صح، والار وبعها شنو؟ 4 و 7. تمام، الار اس سالب واحد للواحد شو هتقعد؟ 8 و 3 تقص كبير قص صغير و 7 و 4. اجبت مسألتين العكس، نعكس اكس وواي، نعكس اكس وواي، هذه هي. تمام، تو شو نخش؟ نخش تو على الدالة، نخش على الدالة. هي علاقة من الفئة X إلى الفئة Y، من X إلى Y. تمام، ويحدد كل عنصر X في الفئة X عنصر وحيد Y في الفئة Y، وتكتب FX Y تساوي FX عفوا. ولنقول أن الـ F
دالة في اكس ويسمى، ونقول ان الاف دالة في اكس، نفهمكم اكثر لما يجي في المسألة هنا. ويسمى المتغير اكس بالمتغير المستقل للدالة اف، والمتغير واي بالمتغير التابع للدالة اف. يعني الاكس متغير مستقل والواي متغير تابع، تمام؟ خلينا نشوف كيف يعبر عنها رياضيا. هو قال لي في التعريف ان الفئه اكس الى الفئه واي يرمز لها بالرمز هف، صح؟ وقال لي كل عنصر في اكس عند عنصر واحد في واي، عند عنصر وحيد في واي. يعني انا عشان نقول عن ان اللي قدامي هذه داله، ضروري ان كل اكس عنده عنصر وحيد في واي، عدا ذلك راه هي ماهيش داله، تمام؟ خلينا نشوف الامثله. احنا هاي اول مثال، هذه A B C، هذه X، تمام؟ إلى ال Y اللي هي ال Y شنو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. قلنا هو شنو داير في ال قال ال A تساوي واحد، ال B تساوي اثنين، ال C تساوي اثنين، تمام؟ نحن شنو شرطنا عشان هذه نقول عليها دالة؟ شرطنا إن كل إكس عنده عنصر واحد في واي. كل إكس، هل كل الإكسات عنده عنصر؟ أها أنت. هل كل الاكس، هل كل وحده واخده واحد بس؟ اها خلاص بهتها، يبقى هذه تمثل توا. هنا هو شنو داير؟ الوصل الاي بواحد واثنين، والبي موصلها بثلاثة، والسي موصلها باربعة. هذه برايكم هل كل عنصر في اكس واخذ عنصر واحد في واي؟ لا، يبقى لا تمثل داله، لان الاي واخده واحد واثنين، وهذا الشيء ما يصحش. طيب شوفوا اخر وحدة، خلنا نكتبها. هذه توا ال A واخذة واحد، وال B واخذة اثنين، ال C واخذة، لا يبقى لا تمثل دالة، لان ال C مش واخذة عنصر في واي. المسألة شنو قال لي هو؟ قال لي ان ال FX تساوي 3X ناقص 4، تمام؟ قال لي عوضي بال F0 F1 F سالب 3 F جذر 5 FX تربيع FX ناقص 1 على 3. ايش قصده بيه؟ قصده اني انا ناخذ كل X نعوض بين، نقول F0 تساوي ثلاثة في صفر، نعوض بكل إكس بالرقم ناقص أربعة. ليه تطلع لي تطلع لي ناقص أربعة؟ بهنا F1 وهكذا بنعوض، تساوي ثلاثة في واحد ناقص أربعة اللي هي تطلع لي ناقص واحد، وهكذا نعوض بسالب ثلاثة، نعوض بجذر الخمسة، ونعوض ما فيهاش مثلا F جذر الخمسة تساوي ثلاثة جذر الخمسة ناقص أربعة، خلاص تقعدك يعني أصلا عادي تقدر تحلي أكتر عادي، تعتكس F الإكس تربيع، هنقوله ثلاثة إكس تربيع ناقص أربعة، بس خلاص ما فيهاش ما تحلي هذي. ونفس الجو F الإكس ناقص واحد على ثلاثة ناقص أربعة، عفوا تساوي ثلاثة في هذا ناقص أربعة. هي نقدر اني انا مثلا نقول هذا وهذا، اوكي هتجد لي اكس ناقص اربعة ناقص اربعة، تجد اكس ناقص واحد ناقص اربعة ناقص اربعة ناقص واحد اكس ناقص خمسة، هتجد هذه اجابتي مثلا، فهمت؟ سهلة. تو نخشوا على حاجة اسمها النطاق والمدى والنطاق المصاحب، دومين والرانج and so co domain والنطاق المصاحب. المهم تمام، النطاق والمدى، طبعا النطاق والمدى شيء مهم بكل 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 بكل، نلقوا حتى بعدين. النطاق شنو هو النطاق؟ هو جميع عناصر فئه اكس، يعني هو مش كنا نقرا هكي وهكي، هنا اكس وهنا واي، صح؟ هذا اسمه النطاق اللي هو متاع الاكس كله، تمام؟ ده بنخش المدى. مدى الداله، مدى الداله هو مجموع جزئيه من واي والتي تحتوي على قيم واي المناظر للنطاق. شو معناها؟ يعني ان مثلا هنا هنا اكس واي مثلا، نقول اي بي مثلا، اي واخذ رقم هنا واحد، هذا المدى، تمام؟ يعني النطاق اللي ناخذ الاكس من واي هو المدى، وهذا كله الواي كله شنو؟ النطاق المصاحب اللي هو جميع عناصر واي، جميع عناصر واي هذا النطاق المصاحب، واللي واخذ الاكس هو المدى، تمام؟ ايوه تمام. هشوفوا المثالين. هنا قال لي اوجد النطاق والمدى والنطاق المصاحب من المسألة،
تمام. ده اول حاجه خلينا نجيبه شنو هذه شنو شيء اللي عليها مشي هنا وهنا وهنا، يعني كل الاثنين واخذات عادي. طبعا عادي، اهم حاجه واخذه عنصر واحد، اهم حاجه انه واخذات عنصر واحد اكس واخذه عنصر واحد، وثاني حاجه ان كل المواخذات يعني عناصر اكس كل المواخذات، يعني هذا اكس وواي كلها اكس واخذ. تمام. اف الاي هي هذه شنو تساوي 2، اف البي شنو تساوي 2، اف السي شنو تساوي 2. تمام. نبي شنو؟ نبي الدومين والرانج والسي او دي، هذا اللي هو النطاق المصاحب. تمام. اول حاجه الدومين، هاي الدومين شنو قلنا نحن؟ الدومين هو النطاق، ده النطاق دومين الاف يعني الدومين الداله هو جميع عناصر فئه اكس قلنا صح. يبقى شنو هو؟ اي بي سي. ده تمام. نخش على المدى الداله، مدى الداله اهو ار اف. شنو هو الار اف؟ قلنا اي حاجه واخذتها الاكس صح اللي هو 2 بس. تمام. ب سي او دي هذا النطاق المصاحب من اسمه هو شنو يساوي؟ حيساوي 1 2 3 كله واي كله. تمام. هذا هو. طبعا نحفظوا الرموز نحن. الدومين دي المدى ار رانج اسمه، سي او دي هذا النطاق المصاحب. تمام. تمام. شوف المسألة قال لي شنو؟ الواي تساوي 2x زائد 1، 2x زائد 1. قال لي شنو نبي؟ قال لي ارسم منحنية الدالة الآتية ثم اوجد النطاق ومدى كل دالة. تمام. انا توني بنرسم ونوجد النطاق والمدى عن طريق الرسمة. كيف؟ تمام. اول حاجة لازم ندير جدول، ندير جدول. هنا نكتب فيه x و y، وهنا نكتب فيه المعادلة بتاعي هذه، وهنا نكتب فيه قيمة x. تمام. تمام. يعني انا نبي نجيب x ونبي نجيب y. اوكي. x اول حاجة طبعا انا اش بندير؟ نبي ناخذ مثلا ناخذ 3 قيم سالبة و3 قيم موجبة. تمام. anyway اي رقم نبي، انا مثلا سالب 3 سالب 2 وسالب 1 و0 وواحد واثنين وثلاثة. تمام. ونش ندير؟ ناخذ كل اكس نعوض به بسالب 3. شنو تساوي 2 في سالب 3 زائد 1 شنو يساوي؟ 2 في سالب 3 بسالب 6 زائد 1 تساوي سالب 5 صح ولا لا؟ يبقى شنو نعرف انا هكي؟ انا عرفت ان الاكس قيمته سالب 3 والواي قيمته سالب 5، ها سالب 3 سالب 5 وهكذا هلم جرى. خلينا نكتبوه نحن، تجربوا بروحكم. تمام. سالب 1 خلينا نكتبه ونرد. تمام. هنا طبعا في معادلات. تمام. ده خلينا نرسم الرسمة بتاعنا توا، نرسم الرسمة بتاعنا. تمام. هكي انا رسمت الرسمة وحطيت الارقام. تمام. يبقى انا عندي هذه الاكس وهذه الواي، هذا محور اكس سوا وهذا محور واي. تمام. ده هاي سالب 3 في الاكس هي وسالب 5 في الواي. سالب 5 في الواي، لا سالب 5 لوطة هي، يعني اول نقطة راهي سالب 3 وسالب 5. سالب 2 في الاكس وسالب 3، سالب 1 وسالب 1 تقريبا. تمام. 0 هي المفروض هنا النقطة هذه وهذه الصفر، يعني الصفر نقطة الأصل، يعني هن 0 و1 يعني هن. تمام. ب 1 و3، 1 و3، 2 و5. وتوش ندير؟ انا عوجة شوية رسمتي مشكي، هي اصلا هتكون خط مستقيم هي. تمام. وهذا هذه رسمة بتاعي. طيب انا هيك طلعت رسمت الدالة بتاعي، بان تو كيف بنطلع النطاق والمدى من الرسمة؟ نبي نطلع النطاق ومدى من الرسمة.
النطاق شو قلنا عليه نحن؟ النطاق هو جميع عناصر فئة اكس، صح؟ يعني هو محور اكس النطاق. والمدى هو شنو المدى؟ نحن قلنا هي مجموعة جزئية من واي اللي هي المشتركة في اكس بس، تمام. بهنا الاكس، الاكس محور اكس، مش خذاه كله، هو واخذ محور اكس كله هو هنا، صح؟ يبقى ان النطاق متاعي من سالب ما لا نهاية للما لا نهاية. تومي باهي. المدى قلنا شنو نحن؟ هو مجموع جزئية من الواي، صح؟ اللي هو الواخذ الاكس بس. يبقى شنو حيكون؟ بما ان الاكس اصلا سالب ما لا نهاية، شنو حيكون الواي؟ المدى حيكون سالب ما لا نهاية حتى هو. ليش؟ لان المدى هو مجموع جزئية منها، صح ولا لا؟ يبقى هو الاكس يعني، فخلاص هيكون سالب ما لا نهاية ما لا نهاية. ونفس الجو الرسمة الثانية. نخش على الدوال الجبرية. طبعا الدوال الجبرية، الدوال الجبرية هذين ينقسمان إلى واحد الدوال كثيرة الحدود. دوال كثيرة الحدود، شنو هي دوال كثيرة الحدود؟ أول حاجة دوال كثيرة الحدود أصلا ينقسم إلى ثلاث أقسام. دوال كثيرة الحدود أصلا هنا فيه ثابتة وخطية وفي تربيعية. دوال كثيرة الحدود لما نحقها، هذه دالة كثيرة الحدود، نعرف إن نطاقها شنو؟ R، نطاقها R، تمام. والمدى طبعا يطلع المدى ال R، هذا النطاق DF، وال RF يطلع بالتعويض، يعني نعوض ونطلع ونوريكم كيف. المهم تو انا كيف نعرف ان هذه الدالة كثير الحدود؟ ثابتة مثلا اف الاكس راهي تساوي مثلا 8، هذه ثابتة، هذه نطاقها ار طول. خطية نلقوا فيها اكسات، يعني مثلا 7 اكس زائد 1 هذه خطية، زي مثلا تربيعية 7 اكس تربيع زائد 2، يعني هذين كلها نطاق شنو؟ ار. ومداها طبعا بالتعويض يطلع. بقى نخشوا على الدالة رقم 2 اللي هي الدالة الكسرية. شنو هي الدالة الكسرية؟ الدالة الكسرية اللي هي بسط، عندها بسط ومقام، عارفينها نحن صح؟ اللي هي يقولوا لها هذه بي اكس تساوي اف الاكس على جي الاكس. هذه شنو؟ هذه الدالة الكسرية. نطاقها شنو الدالة الكسرية؟ نطاقها اللي هي نطاق البسط تقاطع نطاق المقام عدا الذي يجعل المقام يساوي صفر. اكتبوا هذه، نطاق الدالة الكسرية شنو هو؟ هو نطاق الدالة، نطاق البسط عفوا، تقاطع نطاق المقام عدا الذي يجعل المقام يساوي صفر، تمام؟ هذه الدالة الكسرية. الدالة الجذرية، الدالة الجذرية، الدالة الجذرية مثلا هي مثلا يعني اف الاكس تساوي جذر اكس زائد مش عارف شنو بلا بلا. المهم كيف نطلعها هذه؟ نطلعها هذه ما تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. مثلا هو عطيني مسألة هنا، مثلا جذر 4 اكس ناقص ناقص 12، باهي. هذه نبي شنو النطاق نتاعها؟ شنو ندير؟ نقول 4 اكس ناقص 12 اكبر من او تساوي صفر، ونحل عادي متباين عادية، تمام. يبقى انا الدالة الجذرية شنو ندير لها؟ اول ما نحكها باش تظل النطاق او مداها، ناخذ اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر، تمام، خلاص. ايوه. وطبعا قيم المدى، لايجاد قيم المدى، مدى الدالة اف اكس، نعوض بقيم النطاق في الدالة اللي هي ناخذ الاكس ونعوض بها كم مرة عشان نشوف انا المدى بتاعي من شنو لشنو يعني، تمام. هذه تو الزبدة نتاع الدوال، تمام. نخش تو على المسائل. اول مسألة اللي هي اف الاكس تساوي 7، هذه شنو؟ هذه دالة ثابتة، لا فيها اكس ولا فيها شيء، صح؟ دالة ثابتة، نطاقها شنو؟ ار. مداها بهي، هذا دي اف. اما ال ار اف شنو حيكون؟ طب انا عندي اكس هنا نعوض فيه مع السبعة، لا يعني ما عنديش انا رقم نعوض فيه بحيث ان انا نشوف
الار اف شنو هي؟ ما عنديش صح، ما عنديش الحاجة واحدة، بس هي شنو؟ تمام. يبقى مداي انا حيكون 7، لان هي دالة ثابتة، دالة ثابتة هو مداها نفس الرقم، يعني اللي يعطي لي انا ما اظنش هو اكس حاجة متغير بحيث اننا نعوض به ونطلع المدى بتاعي. ما عنديش الا الرقم الثابت اللي عطالي هو، يبقى مداها حيكون الرقم الثابت بتاعي. تمام. شوف المسألة الثانية اللي هي اف الاكس تساوي اكس زائد 5. هاي دالة شنو اول حاجة؟ دالة خطية. تمام. باهي مداها شنو؟ ار، عارفين احنا صح؟ الار بتاعي شنو؟ عفوا هذا النطاق قصدي. المدى شنو حيكون؟ نعوضه كره، لو انا عوضت باي رقم موجب، 1 زائد 5 حتطلع لي 6، 2 زائد 5 حتطلع لي 7، يعني 3 زائد 5 حتطلع لي 8، 4 زائد 5 حتطلع لي 9، يعني انا طلع لي ارقام موجبة صح؟ خلينا نجرب الارقام السالبة. ترى مثلا سالب 1 زائد 5 طلع لي شنو؟ 4. باين خلو رقم كبير اكبر من 5 مثلا، سالب 6 زائد 5 سالب 1، طلع لي ارقام سالبه، يعني يبقى الموجب والسالب خشيت. بترى نجرب الصفر، يعني بحيث اننا نخلي هذه صفر، مثلا سالب 5 زائد 5 طلع لي صفر صح؟ شفت هذه ورقه يعني لي صفر. يبقى ان المدى بتاعي شنو حيكون؟ تمام. يبقى المدى بتاعي حيكون برضو R. شوفوا المسألة الثانية، F X قال شنو تساوي؟ تساوي X تربيع على 4. تمام. هنا أنا هل دالة كسرية أو لا؟ لا مش دالة كسرية، لأني يعني نقدر نقول ربع X تربيع، هي نفسها X تربيع على 4، هي نفسها رو. هذه هي نفسها. تمام. يعني كان اكس تربيع في الواحد اللي تقعد لي اكس تربيع على 4. اوكي. يبقى هذا مش داله كسريه. لا. تمام. باهي كيف نحلوها تو نحن هذه؟ اول حاجه هذه شنو هي اصلا؟ داله تربيعيه. يبقى نطاقها شنو؟ داله تربيعيه. نطاقها شنو؟ ار. بين المدى بتاعي شنو حيكون المدى بتاعي؟ نعوض. لو انا عوضت بارقام موجبه حيطلع لي موجب، يعني هذا 2 تربيع على 4 تطلع لي شنو؟ 4 على 4 اللي هي شنو؟ 1 صح؟ باهي 3 تربيع على 4 برضو حيطلع عن أرقام موجبة، لكن حطيت سالب 4 تربيع مثلا على 4. السالب شنو يدير؟ التربيع شنو يدير للسالب التربيع؟ يلغيه صح؟ يعني كأن الشطبرة على فكرة. يعني أنا مثلا شنو طلعته بالآلة، جربوا بالآلة مثلا توها نفتح قوس 3 عفوا ندير سالب 3 الكل تربيع، شفتوه؟ شو تطلع لي؟ 9. ما طلعليش سالب 9، ليش؟ لان التربيع يلغي السالب، يعني طايره، فهمتوا؟ فيعني استحاله يكون هنا رقم سالب، لان او مهما عوضت من رقم سالب حيطير التربيع. يعني السوالب مش خشات يعني صح ولا لا؟ يعني من سالب 1 لسالب ما لا نهايه انا ما عنديش شيء. تمام. يبقى شنو حيكون مداي انا؟ حيكون ما لا نهاية، الموجب ما لا نهاية. بنعرف تو انا هل الصفر خاش ولا لا؟ لا، عشان نعرف ان هذه هي من الصفر الى ما لا نهاية ولا لا. خلينا نجربه. صفر على 4 صفر تربيع على 4 شو تطلع لي؟ صفر على 4 بصفر، يبقى تطلع لي شنو؟ صفر. يبقى خاش الصفر، يبقى شو نقول انا؟ هنقول الصفر الى ما لا نهاية هذا المدى بتاعي، ونديره مغلق الصفر عشان ما يخشش اي رقم بعد قبله. تمام. خلاص بس هذه هي. نشوفوا طبعا المسألة اللي بعد اكس تكعيب زائد 5 بدالة كثيرة الحدود مداها ونطاقها سهلات. 3 على اكس هذه 3 على اكس، اف الاكس تساوي 3 على اكس. هذه شنو هذه؟ تمام. ليش؟ دالة كسرية صح؟ قلنا كيف نطلع النطاق والمدى من الدالة الكسرية نحنا؟ نطلعوها نقولوا نطاق البسط تقاطع نطاق المقام ما عدا الذي يجعل المقام يساوي صفر. تمام. هاي نطاق البسط، هذا نطاق شنو؟ R. ده ثابتة، هذه يوحدها دالة ثابتة صح؟ X هذه شنو؟ هتي دالة ثابتة.
صح؟ ما عدا الذي يجعل المقام يساوي صفر، صح؟ ب r على r، r تقاطع ال r شنو تطلع لي؟ r. ما عدا الصفر شنو هو؟ ما عدا الذي يجعل المقام يساوي صفر اللي هو صفر، يعني اكس انا ناخذ المقام هذا نساويه بالصفر مهما كان لي من الارقام عشان اطلع انا شو اللي يساوي صفر اللي يخلي المقام يساوي صفر، نساوي المقام بالصفر. يعني هذا لو سويته بصفر حيطلع لي اكس صفر، يبقى r ما عدا الذي يجعل المقام يساوي صفر اللي هو الصفر اصلا. تمام؟ وبرضه نعوض بالمدى حتطلع لي يعني. تمام؟ نعوض انا في المدى ويطلع لي المدى بتاعي. خلينا تو نشوف المسألة الأخرى اللي هي 5x على x تربيع ناقص 9. خلينا تو هذه دالة شنو هذه؟ هذه دالة شنو؟ عفوا هذه دالة شنو؟ دالة كسرية. تمام باهي شنو نديرو؟ نطاق البسط، بسط نطاق شنو أنا؟ r، والمقام برضو r. ما عدا الذي يجعل المقام يساوي صفر، ترى نجي نجربه اكس تربيع ناقص 9 تساوي صفر، نساويه بالصفر انا عشان نعرف. شيل التسعة غادي هتجد الاكس تربيع تساوي 9، جذر جذر تجد الاكس شنو تساوي؟ موجب وسالب 3. يبقى حيكون r تقاطع r r، ما عدا سالب 3 و3. تمام؟ ايوه هذا هو، ونفس الجو المدى طلبه حتى هو باهي. نشوفوا توا الدالة الجذرية دي، اف الاكس تساوي جذر 4x ناقص 12. شن قلنا نديرو في الدالة الجذرية؟ ما تحت الجذر اكبر من او يساوي، تمام، 4x ناقص 12 اكبر من او يساوي صفر. باهي نشيلو 12 غادي هتجد 4x شن تساوي؟ 12 على 4 على 4 الاكس شن تساوي؟ 3. يبقى الاكس اكبر من او تساوي 3، صح؟ نزلت اشارة دي، انا نزلت باليساوي هنا بس. باهي خلاص، يبقى شنو حيكون؟ من الثلاثة للملا نهاية، صح؟ هذا هو، هذا شنو النطاق بتاعي، والمدى نعوض. تمام؟